يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله حلقه النهارده هتكون مليانه اخبار وموضوعات تهمكم، وخصوصا ان في شويه مستجدات لازم نتكلم مع حضراتكم فيها ضمن سياق حلقتنا النهارده. صباح الفل، وصباح الفل عليك يا صباح الموان. الفل والخير يا كريم عليك وعلى حضراتكم جميعا، تابعونا من كل مكان في العالم. واخر الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، زي ما كريم قال كده في ايام بيبقى في اخبار مهمه ومهم ان احنا كمان نتناقش مع حضراتكم فيها، لان بيبقى فيها كمان تبعات وقرارات مهمه جدا. امبارح كان في كذا اجتماع وكان في كذا قرار كمان اعتقد ان لازم ان احنا نتكلم فيهم ونناقشهم. على كل حال احنا معانا النهارده فقرتين، الفقره الاولى هيكون معانا كابتن ضياء عبد الصمد نجم الاهلي السابق وهنتناقش معاه في كل ما يعني يحمله ملف كره القدم من تفاصيل. الفقره الثانيه هتكون فقره طبيه زي ما احنا متعودين في نهايه الاسبوع، دكتور دينا ابو السعود وملف يعني طبي وصحي مختلف اكيد يهم حضراتكم. بس خلينا نبدا بقى بالاخبار المهمه كريم. ونبتدي كمان يعني بشويه الدربكه اللي حصلوا امبارح تحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، دربكه من الصنف اللي اتكرر كتير كذا مره قبل كده، وكل مره نرجع ونقول نفس الكلام تقريبا، بس لعل في الإعادة إفادة. يعني اللي حصل إن امبارح وإذ فجأة بقى في كلام على إن النادي الأهلي فسخ تعاقده مع بيرسي تاو وفسخ تعاقده مع ميكيسوني، لا ده الأهلي أنهى أربع صفقات من العيار التقيل، لا ده في كلام استجد على المدير الفني أصلا للنادي الأهلي، وأخبار كتير وردود أفعال أكتر كمان بكتير. فده يخلينا نقول نفس الكلمتين اللي فيهم المضمون اللي بنقولهم كل مرة، يمكن علانا نتعظ الأهلي يا حضرات هو في الأول وفي الآخر مؤسسة كبيرة بتتعامل دايما بشكل رسمي، يعني أي قرار النادي بيتخذه يعني أكيد بيعلنوا بشكل مباشر من خلال مؤتمر صحفي على لسان أحد القائمين على الملف ده. يعني شفنا ده أكتر من مرة قبل كده، وبالمناسبة يمكن كان من آخر المرات اللي شفنا فيها الكلام ده ملف المدير الفني الحالي ريكاردو سواريش. كل يوم في وقت من الأوقات كنا بنقرأ اسمين ثلاثة أربعة لمدراء فنيين الأهلي بصدد إنهاء التعاقد معهم، وفي الآخر حصل إيه؟ في الآخر جه مدرب أصلا لم يذكر اسمه مطلقا في كل وسائل الإعلام المصرية. عشان كده يعني بنقول دايما الأهلي يعني لما بيحسم ملف بيحسمه وبيعلنه بكل تفاصيله بالزبط. ومباشرة. بص في ناس كده بتحب دايما تاخد اللقطة أو تيجي مثلا تقول لك إيه الحصري عندي أنا. أيوة. المصادر بتاعتي ما فيش زيها، وهي بتبقى ليس لها أي علاقة بكيان النادي الأهلي، يعني تماما ما فيش أي صلة بتوصلها بالنادي الأهلي أو بتجمعها مع النادي الأهلي. وعايز أقول لحضراتكم الأوحش من ده أو الأكبر من ده كمان إن إحنا ممكن ناس، ودي بتحصل لي كتير ما أعرفش تحصل لك ولا لا، يجي حد قال يعني إيه بقى خبيث يعني سواء زميل صحفي او غيره، يقول لا يقعد يرغي كده وبعدين يقول لك طب ما فيش جديد بقى عندكم سواء في القناه او في النادي. اقول له يعني اكيد حتى لو في جديد انا مش هقول لحضرتك بعد اذنك وبمشي. يعني قمه الذكاء او مش عارفه هي غباء ان انت فاكر ان احنا ممكن نقول معلومه واحنا الكيان عندنا ما اصدرش اي معلومه بشكل رسمي. يعني احنا ليس لنا الحق اصلا احنا حتى ان احنا نقول اي حاجه غير لما النادي هو اللي بيصدر هذا الموضوع او هذه المعلومه بشكل رسمي. يعني خلي فيه ذوق شويه. ومش عارفه ليه الناس برضو شاغله بالها قوي بالنادي الاهلي بهذا الشكل. يعني ناس كتير ما فيش عندك برامج قايمه على الجديد في النادي الاهلي، يعني تلاقي حلقات بتقام على الجديد في النادي الاهلي، ما فيش حاجه تانية في مصر تتعمل في الرياضه. عارفه لو جت على قد البرامج اقول لك ماشي. السوشيال ميديا خربت الدنيا. ده بص بقى السوشيال ميديا يعني اللي المفروض ان هي مصدر لتبادل المعلومات، اخبار، تواصل، هي اصلا اسمها سوشيال ميديا تواصل اجتماعي، لا بقت مزعجه جدا بصراحه في الفتره الاخيره. وقصه المعلومات اللي بتتحط وعلى فكره ده حتى ممكن يحط لك صوره حد معروف ويحط لك فوق بعض الكلمات كده او بعض الجمل او التصريحات ويقول لك بص قال ايه. انا على فكره بتحصل لي اوقات ما اعرفش، يقول لك حط صورتي، قلت طب فين الفيديو؟ هات المعلومه دي من الفيديو، اسمع الفيديو وبعدين اتكلم. ما فيش حاجه اسمها كده، يعني لما تبقى عايز حضرتك تاخد معلومه اسمعها بودنك او شوفها بعينك، لكن ان انت تشوف كده حد عامل شير لحاجه امر يعني ساذج جدا. اعتقد احنا اذكى من كده بكتير كجماهير كلنا، يعني كشعب المفروض ما ننسقش ورا اي حد يقول اي معلومه، وحتى حد له كيان طبعا وله كل الاحترام بس يقول لك خد المعلومه دي من عندي. معلش احنا عندنا كيان لما يصدر منه اي معلومه بشكل رسمي او تصريح بشكل رسمي ساعتها بناخده، لكن طبعا زي ما انت قلت في الفتره الاخيره احنا نفسنا بقينا نقرا، يعني احنا بتابع هذا الكيان ومنتمين لهذا الكيان وبنشتغل في هذا الكيان نقرا حاجات اللي هو انتوا جبتوا الكلام ده منين. يعني فعلا صفقات وناس بتيجي وناس بتمشي وسواريش قاعد وسواريش ماشي، يعني مفيش حاجه من هذا الامر. ارجوكم
نتوخى الحذر جدا لما يبقى في معلومه بتصدر من النادي الاهلي بشكل رسمي، ساعتها نقدر ان احنا نتناقش فيها. غير كده اتمنى من حضراتكم ان احنا ما ننسقش ورا اي حاجه بتتقال، ده طلب يعني. طيب احنا برضو عشان ندلل على صحه الكلام اللي بيتقال وفكره التعامل بيه شفافيه وبشكل معلن قدام الكل، شفنا ده وشفنا التعامل الشفاف فيما يتعلق بقرار اجتماع مجلس الاداره اللي صدر بالامس، وطبعا صدر بالتاكيد على التقدير الكامل للتعاون اللي لقاه مجلس الاداره من جانب الاستاذ ياسين منصور رئيس شركه الاهلي لكره القدم، وكمان من نائبه المهندس مصطفى فهمي والكابتن علاء عبد الصادق عضو مجلس اداره الشركه، وتوجيه الشكر والتحيه ليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفتره الماضيه للمساهمه الفاعله في رؤيه شامله لتطوير نشاط كره القدم، وهو الامر اللي بيعكس اخلاص ابناء النادي وارتباطهم بخدمه ناديهم في اي وقت من الاوقات. بص يا كريم، استكمال برضو للخبر بتاعك، المجلس قرر عرض الاعتذار المقدم من مجلس اداره الشركه عن عدم هنا الاستمرار يعني في مهمته على الجمعيه طبعا، وده امر اساسي وطبيعي على الجمعيه العموميه عقب دعوتها لاجتماع جمعيه عموميه طبعا غير عاديه للبت بقى في هذا القرار او هذا الاعتذار وتشكيل برضو مجلس اداره جديد. على كل حال مش هنرغي مع حضراتكم كتير، خلينا احسن نروح نشوف يعني او نتعرف على التفاصيل اكتر من الاجتماع ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل التحية مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة النادي الأهلي، جمهوره العظيم في كل مكان وعبر المواقع الرسمية، حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقدم في هذه الدقائق مجموعة من القرارات التي خرجت عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم الثلاثاء 23 أغسطس بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. ونبدأ بالقرار الأول الذي اعتمد فيه مجلس إدارة النادي الأهلي الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل. هذه الحقوق لمدة 4 مواسم تبدأ في 2022-2023 إلى 2025-2026 وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولي الشركة المتحدة. 2. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء اليوم التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه من مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم أستاذ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي والكابتن علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وتوجيه الشكر والتحية لهم جميعا عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت. كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد. عندنا قرار ثالث وأخير الحقيقة له علاقة أيضا بالسياسات العامة وجهود مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة للارتقاء بكل نشاطات النادي ومشروعاته المهمة والمستقبلية مثل استاد النادي الأهلي الحلم الكبير الذي يراود كل عشاق النادي الأهلي. استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا اليوم الحقيقة العرض المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية المهندس أيمن إسماعيل وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي حازم هلال حول التطورات الخاصة بملف إنشاء استاد النادي الأهلي وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة خلال شهر أغسطس الجاري بحضور أو بمشاركة 4 من كبريات الشركات العالمية. واستعرض رئيس الشركة والمدير التنفيذي أيضا أمام المجلس ما تم إنجازه في الأمور المتعلقة بملف تسمية الاستاد، كما اعتمد المجلس هذا التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد، ما يعني إن شاء الله أنه أخبار طيبة يعني تلوح في الأفق يعلن عنها خلال الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة في ملف إنشاء استاد كرة القدم للنادي الأهلي. هذا كان كل ما لدينا من قرارات نعلنها أو تم انتقائها يعني من جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي وتهم مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الأهلي العاشق لكرة القدم الذي نوجه له كل التحية، تحية أيضا لحضراتكم جميعا. وكالمعتاد نختتم الأهلي في المقدمة وتحية مصر، إلى اللقاء. طيب
سواريش اعلن قائمه الفريق استعدادا طبعا لمباراه انفي اللي هتتلعب النهارده ان شاء الله على استاد وي السلام ضمن جوله ال 32 في بطوله الدوري. وجاءت قائمه النادي الاهلي كالاتي: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، رامي ربيعه، صلاح محسن، محمد محمود، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، احمد سيد غريب، رأفت خليل، احمد عبد القادر، محمد خليفه، نصير، احمد سيد عبد النبي، محمد فخري، محمد اشرف، زياد طارق، محمد حمدي، وميدو نبيل، ومحمد احمد شرقيه، وعلي عمرو. وعايزين برضو نقول لكم ان كان الاهلي اختتم تمريناته بالامس استعدادا لمباراه اليوم، وشارك احمد نبيل كوكا في التمرين بعد طبعا تنفيذ البرنامج التاهيلي، وكمان واصل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر برنامجهم التاهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبيه تحت اشراف الجهاز الطبي. طيب تعالى بقى نروح لخبر آخر، وهو خاص بمنتخب مصر للكرة النسائية اللي قرر فيه الجهاز الفني طبعا لهذا المنتخب بقيادة كابتن محمد كمال ضم اللاعبة سارة إسماعيل قائدة فريق برشلونة الإسباني لقائمة المنتخب اللي بيعمل الجهاز الفني على ضم بقى ساعتها أو وقتها لاعبات كمان بيحملنا الجنسيات المصرية في الدوريات الأوروبية عشان ينضموا للمنتخب ويتم الاستفادة منهم في رحلة هنا أو فكرة تطوير الكرة النسائية المصرية. ومفروض ان هي هتنضم ساره في صفوف منتخب مصر خلال المعسكرات ويعني التوقفات الدوليه عشان تدعم صفوف الفريق في المباريات الدوليه. خليني برضو اقول لحضراتكم بالمناسبه ساره المفروض معاها جنسيه مصريه واسبانيه، هي باباها مصري وامها اسبانيه، وهي قائده فريق الكره النسائيه ببرشلونه. ولو احنا بقى هنتكلم كده بشكل يعني اكثر استفاضه عن منتخب مصر للكره النسائيه، لا هو مش في افضل حالاته خالص، هو ما كانش عمره في افضل حالاته، هو طبعا أسس المنتخب في آخر الثمانينات، ما عندناش نوادي كتير عندها كرة قدم نسائية بالمناسبة. إحنا يمكن النادي الأهلي عنده أكاديمية كرة القدم النسائية، وأنا رحت مع حضراتكم وعملت تقرير وزعناه هنا في 10 الصبح في الأهلي، بس ده مؤخرا، ودي أكاديمية، بس دي خطوة جيدة جدا لأن زي ما حضراتكم عارفين الأهلي دايما بيكون باصص لقدام. يمكن في نادي وادي دجلة برضو فريق يعني لكرة القدم النسائية، برضو قبل كده الإسماعيلي كان عنده، بس ما فيش أندية كتيرة كريم مهتمة بكرة القدم النسائية. ممكن تبقى راجع للثقافة، ممكن تبقى راجع الأولويات، ممكن تبقى راجع لحاجات كتيرة، بس أعتقد it's time زي ما بتقال، أو حان الوقت أن أنت تركز على برضو الفئة دي، لأن أنت ممكن who knows يعني أنت في الأول كنت بتقول السيدات أو النساء أو الفتيات ما لهمش في مثلا ألعاب القوة، هم اللي راحوا جابوا ميداليات في أولمبياد طوكيو مثلا، يعني الرجال ما جابوش، فما فيش حاجة ممكن أن هي تكون غريبة أو مستحيلة. ممكن لو إحنا فعلا منتخب يبقى منتخب قوي والانديه تبدا ان هي تهتم برضو بهذا الملف، يمكن تعمل طفره كبيره جدا مع مصر في هذه الرياضه. فانا شايفه ان احنا عندنا كوادر على فكره، طبعا زي ما كنت بقول لحضراتكم المنتخب اسس اخر الثمانينات كان من طلاب، عفوا من طالبات الجامعات والمدارس، فيعني ممكن لو اشتغلنا على ده نلاقي حاجه كويسه، خصوصا لما عملنا التقرير في أكاديمية النادي الأهلي للكرة النسائية وحضراتكم شفتوا بنفسكم البنات الصغيرين ولا في مواهب حلوة جدا، والله في مواهب فعلا حلوة جدا. حضراتكم شوفوا على اليوتيوب التقرير أو على قناة الأهلي على الصفحة عندنا وشوفوا إحنا صورناهم لايف، يعني هم بيلعبوا، هتلاقي عندك كوادر حلوة جدا. فبالتالي حان الوقت إن إحنا فعلا نشوف ده في النوادي المختلفة. أكيد هيحصل قريب، لأن كمان تماشيا مع اللي حاصل على المستوى الرياضي وملف الرياضة في مصر في الفترة الأخيرة، أكيد حضراتكم واخدين بالكم إن بقينا حتى إحنا شخصيا من نتكلم معاكم كل يوم والتاني عن رياضات يمكن كنا ما بنسمعش حتى عنها قبل كده، بقينا بنسمع عنها وبقينا بنشوف ليها او فيها ابطال وبطلات مصريين بيشاركوا في بطولات عالميه، ابطال عالم، مش مجرد بنلعب مثلا او بنمارس رياضه معينه على استحياء، لا احنا بنتكلم على ابطال تشريف عالم. لسه كنا بنتكلم في المواي تايم بارك. لا تشريف كان من الاول يقول لك مشرف، اداء مشرف، مشرفه او اداء مشرف، فيعني فان شاء الله يحصل قريب بالظبط باذن الله نشوف تطوير في هذا الامر. تعالوا بقى نروح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 اللي هيبتدي مشواره في بطوله كاس العرب المقامه حاليا في الجزائر، واللي هيواجه النهارده ان شاء الله الساعه 9 بالليل منتخب السعوديه. منتخبنا هيرتدي القميص الاحمر والشورت الابيض والجوارب السوداء، بينما سيرتدي منتخب السعوديه القميص الابيض والشورت الاخضر والجوارب البيضاء، ويخوض منتخب مصر مواليد 2006 هذه البطولة في المجموعة الرابعة اللي بتضم المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان. طبعا بنتمنى كل التوفيق للعبتنا. طيب بص خلينا نروح سريعا بقى كده، لان خلاص الفيفا مفروض ان هي اطلقت الاغنيه الرسميه يعني الثانيه لكاس العالم 2022، ومفروض يعني الالبوم الغنائي ده للمونديال هيأديها النجم البورتريكي اسمه اوزونا، انا ما اعرفوش
ولا انت تعرفه؟ انا ما اعرفه. هو فايز بعده مرات بالجائزه البلاتينيه لمفروض اكتر الالبومات مبيعا يعني، وهو ايضا مغني ومغني الراب الكونغولي اسمه جيمس. على كل حال المهم في الموضوع ده ان الفيفا كان ليها تصريح كده قالت هنحتفل بكرة القدم والموسيقى جنبا إلى جنب، كما سنرحب ببعضنا البعض ونحتفل بالتواجد سويا للاستمتاع بما نعشقه. ومفروض بيعتزم الفيفا كمان إصدار مزيد من الأغاني بتؤديها مواهب موسيقية بنتكلم هنا من جميع أنحاء العالم، مع اقتراب طبعا موعد انطلاق هذا المهرجان القروي نهاية العام الجاري بإذن الله. يعني حلو حلو ده طبعا. وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة الأيام القليلة القادمة، احنا منورانا على التليفون الأستاذة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي معنا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم، أنا هودن كل السادة المشاهدين، أهلا بيك. صباح الخير. احنا بنسيح يا دكتورة منار. فالوضع ده مطول معانا قد ايه يا فندم؟ والنقطه دي بقى يا دكتور منار قبل ما يعني تجاوبي كريم، لان في ناس بقى انا منهم مش مسافرين قاعدين في القاهره، فالوضع فعلا في القاهره كمان هيبقى عامل ازاي؟ يعني طمنينا. هو بالفعل يمكن احنا بنشهد يوم ذروه ارتفاعات درجات الحراره، الامس ايضا كان ذروه الارتفاعات كمان، لان احنا بالامس سجلنا 38 درجه على القاهره الكبرى، اليوم متوقع ايضا العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، وتعتبر دي أعلى درجة حرارة سجلناها فصل الصيف إلى الآن. فطبعاً في ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بالزبط. مع كمان ارتفاعات نسب الرطوبة، فإحنا حاسين 38 دي لو تكون 41 42 درجة مئوية. لكن طبعاً نطمن كل السادة المشاهدين إن إحنا ابتداء من يوم الجمعة هتخف حدة موجة ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ درجات الحرارة تنخفض. يعني إحنا متوقع إن إن شاء الله العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية، لكن لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، يمكن لسه مستمر معانا ارتفاعات نسب الرطوبة على مدار اليوم، وده اللي بيعلي احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحرارة. لكن طبعا احساسنا بالطقس يوم الجمعة هيبقى مختلف عن النهارده. بس بشكل عام الاجواء الحارة غالبا بتكمل معانا في شهر سبتمبر، يعني احنا زمان كنا سبتمبر ده يعني بنلبس فيه يعني لبس شتوي خفيف، دلوقتي بقى خلاص يعني زيه زي الصيف، ولا متوقع يبقى فيه تغيير؟ لا هو تقريبا يعني دايما كده في شهر سبتمبر، يمكن ده لسه احنا الصيف اصلا هيجي ان شاء الله 20 سبتمبر، وكمان فصل الخريف بيبتدي 21 سبتمبر، يعني احنا لسه دايما الفصول الانتقاليه بدايه فصل الخريف كمان بياخد بعض سمات من فصل الصيف، خاصه النص الاول من فصل الخريف. فاحنا لسه كده في اول ثلاث اسابيع او اربع اسابيع او يمكن شهر تسعه كله هناخد بعض سمات فصل الصيف، لكن تبدا تدريجيا التوزيعات الضغطيه تختلف، تبدا نسب الرطوبه احساسنا بيها ينخفض، كمان نبدا درجات الحراره تنخفض باذن الله. وان شاء الله من يوم الجمعه يمكن نحس بتحسن في الاجواء عن الايام باذن الله، وكمان على مدار الاسبوع الجاي ان شاء الله متوسط درجات الحراره ما بين ال 34 وال 35، ده طبعا على القاهره الكبرى، المحسوسه توصل ل 37 38 درجه مئويه، السواحل الشماليه طبعا بتكون اقل درجات حراره من المناطق الداخليه، والسواحل الشماليه المذكور بيها طبعا المناطق المطله على البحر المتوسط. كمان في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه تحديدا اليوم وغدا باذن الله، فكمان السواحل الشماليه مع سقوط الامطار هتحس اكثر بانخفاض درجات الحراره. الاجواء دي ان شاء الله يعني زي ما قلنا مكمله معانا على مدار الاسبوع اللي جاي، تحسن في درجات الحراره بالنسبه لاغلب قطاعات الكوريه. يا مسهل الحال. تمام، احنا شاكرين لحضرتك يا دكتوره منار جزيل الشكر على مشاركتك معانا في حلقتنا. والنهارده كم في الشهر؟ استنى، النهارده 24 والخريف يبدا قالت دكتور منار 21 سبتمبر. يعني كم يوم عشان يعني لسه في شهر لسه في شهر لسه اقل من شهر يعني تقريب. كويس كويس، هانت النهارده 24 ما انا قلت خلاص كويس. خلينا نروح فاصل. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. بحب لما نلاقي وعي كده عند بعض الأشخاص، لما كنا بنتكلم أنا وكريم في بداية الحلقة عن فكرة السوشيال ميديا وزي بقت مصدر إزعاج، بخش على تويتر زي ما كنت بقول لحضراتكم دايما بحب في الفواصل أشوف التفاعل معانا إزاي، الناس بتقول إيه. ناس كتير الحمد لله مقتنعة جدا أو بقى في وعي مؤخرا إن فعلا السوشيال ميديا بقى شيء مستفز في بعض الأحيان من بعض الأشخاص، يعني هتلاقي كده إن الموضوع فعلا بيبقى سخيف لما موضوع معين يتم الحديث والأقاويل عنه بشكل مبالغ فيه وكمان بشكل غير صحيح. يعني تاني هرجع أقول النادي الأهلي يعني كيان لوحده، يا ريت محدش يقعد يشغل باله بيه زيادة عن اللزوم، كل واحد يخليه في الكيان بتاعه. يعني مش معقول يا كريم كم الافتراضات والكلام والتصريحات والحصريات وحاجات زي كده بقت سخيفة جدا. فتاني
احنا كجماهير للنادي الاهلي لازم نبقى عندنا هذا الوعي، ولازم نتصدى لمثل التصريحات والبوستات اللي زي كده، ما نعملهاش شير غير لما نتاكد. الكلام زي ده مهم جدا، لان كلنا لازم ندافع في اي فتره كانت، حتى لو فتره حلوه او صعبه للنادي الاهلي، لازم نكون في ظهر النادي. واللي احنا نقدر نعمله دورنا هو ده كجماهير، هو ده دورنا دلوقتي. فيعني انا حبيت الوعي، وحبيت جدا الناس المحترمه الموضوع وصل لها، واللي ابتدت فعلا تبقى رافضه تماما الافعال اللي زي دي، ده مهم جدا. انت عارفه انا هواند السوشيال ميديا، انا كنت معتقد ان ان ان, إن الخيبه اللي نتجت بناء عليها كانت واقفه بس عند تفصيله اللغط اللي بيحصل بموجب بوستات مش مظبوطه، معلومات خاطئه، معلومات يعني مش دقيقه. لكن الموضوع عدى بقى مرحله متابعي ورواد السوشيال ميديا، بقينا بنلاحظ ان في الفتره الاخيره بعض، مش طبعا اكيد مش كل، لكن البعض حتى من الصحفيين بقوا بياخدوا معلوماتهم بدل ما تكون من المصادر الموثوقه، بقوا بياخدوا معلوماتهم من السوشيال ميديا. بس دي صحافه صفراء بقى، دي مش او خضراء، يعني اي لون تاني يعني. فشيء مش لطيف طبعا. نروح لأخبار النادي الأهلي، هو من المصدر، من مصدرنا والفرق المختلفة. ودلوقتي هتكون معنا مراسلتنا هنا أبو القاسم عشان هي تطلعنا على كل هذه التفاصيل من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا بونجور، صباح الخير، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق عنده مباراة أمام فريق إم بي الساعة 8 مساء، طبعا ده ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز. يعني الفريق كان اختتم استعداداته أمس لمباراة اليوم هنا على ملعب مختار التتش. مستر ريكاردو سواريش كان حريص على عقد محاضرة بالفيديو قبل انطلاق المران. بشكل عام المران كان مبني على فقرات بدنية وأيضا تقسيمة قوية بين اللاعبين. كمان بقى خلوني أطمن جميع جماهير النادي الأهلي على حالات الإصابة داخل الفريق الأول لكرة القدم. أمس شارك اللاعب أحمد نبيل كوكا في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي جدا بعد تعافيه من الإصابة وتنفيذ طبعا للبرنامج التأهيلي. ومن جانب آخر بقى على هامش المران خاض أو استكمل اللاعب حسين الشحاد، وايضا اللاعب طاهر محمد طاهر برنامجهم التاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي بالفريق الاول لكره القدم. يعني طبعا بنتمنى لهم الشفاء العاجل، ان شاء الله بقى يرجعوا يشاركوا مع الفريق في الموسم الجديد بشكل طبيعي جدا ويتالقوا. ده فيما يخص اخبار كره القدم. خلونا بقى نروح دلوقتي للالعاب الاخرى ونبدا بكره الطايره. منتخبنا الوطني لكره الطايره بيغادر لبولندا استعدادا لبطوله كاس العالم. البطوله طبعا هتبدا يوم 26 اغسطس. مصر بتقع في المجموعه السادسه ومعاها طبعا فريق منتخب هولندا، الارجنتين وايران. يعني كمان قائمه منتخبنا الوطني بتضم سباعي النادي الاهلي، فريق طبعا الماسترز، احمد سعيد، محمد عادل، حسام يوسف، احمد قطب، عبد الرحمن الحسيني، محمد رمضان، وعبد الرحمن سعودي. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خلوني اقول لكم ان منتخبنا الوطني لكره الطايره كان دخل في معسكر مغلق في سلوفينيا استعدادا لبطوله كاس العالم. خاض الحقيقه عده مباريات مختلفه مع منتخبات مختلفه استعدادا للبطوله. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. من جانب اخر بقى نروح لسيدات كره الطايره واللي بيستكملوا استعدادهم للموسم الجديد. بيتمرنوا طبعا بشكل يومي. خليني اقول لكم انه يمكن الفترات البدنيه غالبه اكتر على التدريبات، ده طبعا بقى عشان يرجعوا لمستواهم البدني ويستعدوا للموسم المقبل بشكل قوي جدا. نروح بقى كمان للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد أمس خاضوا مباراة ودية أمام فريق الجزيرة. المباراة كانت هنا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. قدروا يحسموها سيدات كرة اليد لصالحهم بنتيجة 32-17. يعني أنا هواندو يا كريم خليني أقول لكم إنه كان في سيطرة كاملة من سيدات كرة اليد على المباراة، عملوا مباراة كبيرة جدا، وكمان الجهاز الفني كان حريص على مشاركة عدد كبير جدا من اللاعبات، ده طبعا بقى عشان يعرف ويقيموا مستواهم البدني قبل انطلاق الموسم الجديد، وكمان ينفذوا بعض الأمور الفنية والخططية، ومن جانب آخر يعدلوا بعض الأخطاء عشان بقى يستعدوا للموسم المقبل بأقوى شكل ممكن. يعني هم عندهم هدف واحد بس، وهو التحقيق جميع البطولات.
نروح بقى اخيرا لرجال كره اليد. طبعا زي ما احنا عارفين ان هم غادروا امس للبوسنه عشان يخوضوا 4 مباريات وديه في بطوله البوسنه الدوليه. هيستمروا في البوسنه من يوم 23 اغسطس حتى يوم 28 اغسطس. طبعا ده بقى عشان يحتكوا مع مدارس مختلفه للعبه كره اليد. قبلها طبعا كان عندهم معسكر مغلق في اسبانيا، ايضا خاضوا مباراتين وديتين. يعني يمكن باين على فريق رجال كره اليد بالنادي الاهلي الجديه كاملة، يعني جديين الحقيقة في جميع المباريات. أيضا عندهم هدف واحد هو عمل موسم كبير. طبعا الموسم ده هيكون تشالنجينج جدا، هيكون فيه منافسة كبيرة جدا بين جميع الفرق، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال كرة اليد بالنادي الأهلي إن شاء الله يعملوا موسم استثنائي ويحققوا جميع البطولات. يعني دي كانت أهم أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة. والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك على هذه التغطية هنا، شكرا جزيلا. شكرا لك. نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي إلى الصحافة الرياضية، وتحديدا موقع يلا كورة موجودة فيه حاليا زميلتنا العزيزة مريم سميح عشان تقول لنا إيه آخر الأخبار والمستجدات. وكمان الجدير بالذكر هيكون لها لقاء مع الأستاذة منى عمر الناقدة الرياضية. صباح الفل عليكي وصباح الفل على ضيفتك، تفضلوا. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواندو، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر يلا كورة. طبعا زي ما انت قلت يا كريم هيكون معانا الناقدة الرياضية منى عمر لتحليل طبعا كل العناوين اللي هتكون معانا النهاردة في هذه الجولة. العنوان الأول هيكون معانا من موقع اليوم السابع، تريزيجيه في مهمة حاسمة مع ترابزون ضد كوبنهاجن الدنماركي بدوري الأبطال. وعنواننا الثاني النهاردة من موقع يلا كورة، تقارير تشيلسي مستعد لدفع رقم ضخم مقابل جوردن وأفرتون يضع شرطا. وأخيرا من موقع كورة، مورينيو يتحرك نحو صفقة باريسية ثانية. طبعا خلينا نرحب بضيفتنا العزيزة الناقدة الرياضية منى عمر. صباح عليكي في البداية يا منى. صباح الخير عليك يا مريم، وصباح على كريم ونهواند في الاستوديو وكل متابعي قناة نادي الأهلي. لو هنتكلم النهاردة عن تريزيجيه، هو يمكن منذ انتقاله لترابزون هو موجود بشكل أساسي في كل المباريات. النهاردة مهمة صعبة في إياب دوري أبطال أوروبا مع ترابزون، يمكن أو يعني مع كوبنهاجن، يمكن خسروا في المباراة الأولى أو في الذهاب. يمكن كمان الإدارة الفنية بتعتمد بشكل كامل على تريزيجيه. هو النهاردة مطلوب منه أنه هو يثبت نفسه، خاصة أنه هو شارك في 5 مباريات ما سجلش فيها ولا هدف. النهاردة المفروض أنه هو يظهر بشكل كويس، وهو بيسعى أنه هو يسجل النهاردة في هذه المباراة. مباراة النهاردة بالنسبة لتريزيجيه تعتبر مغامرة، لأن كانت من أسباب اختيار تريزيجيه أنه هو ينتقل لترابزون في تركيا أنه عنده فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا. للأسف زي ما أنت ما قلتي، هم مباراة الذهاب لعبوها أرضهم، خسروا 2-1 قدام كوبنهاجن. عندهم فرصة النهاردة يلعبوا على أرضهم، هيلعبوا وسط جمهورهم، إن هم يعدلوا النتيجة ويقدروا إن هم يحققوا الفوز علشان يحجزوا مقعدهم في دور المجموعات. طبعا القرعة تتعامل بكرة، هنعرف قرعة السيزون الجديد للشامبيونز ليج هتبقى مين. أتمنى إن شاء الله أن يبقى فيها ترابزون مع تريزيجيه. تريزيجيه مش غريب كمان على فرق تركية. تريزيجيه لعب قبل كده مع قاسم باشا، لعب مع بشكشهير السيزون اللي فات لما كان معار من استون فيلا قبل ما يتم بيعه طبعا لترابزون في الميركاتو الصيفي اللي احنا فيه دلوقتي. هو يعتبر من العناصر الاساسيه لبطل الدوري التركي اللي كان السيزون اللي فات ترابزون كان حاسم الدوري. يعتبر السيزون ده من اهم العناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليها ترابزون في التشكيل الاساسي. هو لعب 5 ماتشات فعلا، لعب 3 في الدوري التركي، لعب ماتش في الكاس، لعب مباراة الذهاب في تصفيات دوري ابطال اوروبا قدام كوبنهاجن. ال5 مباريات كان اساسي فيهم. هو للاسف ما قدرش ان هو يسجل، لكنه صنع هدف واحد، ونتمنى ان شاء الله النهارده يفتتح التسجيل ويبقى اول اهدافه مع ترابزون النهارده، ويقود الفريق باذن الله للتاهل لدور المجموعات باذن الله. لو هنتكلم بقى عن تشيلسي وفكرة ان هو مستعد ان هو يدفع رقم ضخم جدا، طبعا يمكن 60 مليون جنيه استرليني لجوردن. ايفرتون في المقابل وضع شرط ان يكون موجود جالاجر وبرويا، ان هم يكونوا موجودين على سبيل الاعارة. شايفة ان الصفقة دي ممكن تروح لفين؟ هل ممكن تتم فعلا، ولا ممكن يكون فيها كلام، ممكن تشيلسي ما يوافقش على شرط ايفرتون ولكن هيبقى مصمم ان هو يستعين طبعا بجوردن؟ شايفة ممكن الصفقة تمشي ازاي خلال الفترة المقبل؟
تشيلسي حاليا في تخبط في النتائج، لان شفنا بدايته في الدوري الانجليزي مش افضل بدايه. هو دلوقتي في المركز ال 12 معاه 4 نقط، ما لعبوش غير 3 جولات بس، هو ما كسبش غير جوله واحده قدام ايفرتون اللي هي كانت الجوله الاولانيه، اتعادل الجوله الثانيه في مباراه مثيره جدا كانت قدام توتنهام 2-2، وخسر 3-0 من ليدز، فدي كانت مفاجاه كبيره جدا. واضح ان في امور داخل اداره تشيلسي لسه مش واضحه. اداره تشيلسي بتدخل في صفقات وبتعرض مبالغ كبيره جدا، شفناهم في صفقه مارك كوكوريا من لاعب برايتون الظهير الايسر لبرايتون، دخلوا في منافسه مع سيتي كان عارض 40، هم عرضوا 60، الصفقه خلصت باكثر من 60 مليون يورو، ده كان مبلغ كبير جدا على صفقه كوكوريا. شفناهم كمان ضموا رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي بحوالي 56 مليون يورو، شفناهم تعاقدوا مع كاليدو كولوالي من نابولي، دفعوا في صفقه 38 مليون يورو. فتشيلسي بيحاول قبل الميركاتو ما يقفل بيحاول انه يدعم صفوف الفريق، لانه واضح ان توماس توخيل في خلاف ما بينه وما بين الاداره بشان الصفقات بتاعه الفريق السيزون ده، بالتالي الإدارة عشان عايزة ترضيه فبتحاول أنها تدخل في صفقات وتدفع فيها مبالغ كتير. آخر صفقة أو آخر صفقتين سمعنا أن تشيلسي داخل فيهم كان أنتوني جوردن لاعب إيفرتون، وفعلا هم عارضين مبلغ كبير جدا، بعض التقارير قالت 40 بعض التقارير قالت 60، الاتنين مبالغ مش قليله. ايفرتون فعلا طالب ان هو استعاره لاعب او اتنين من الشباب تحت 21 سنه مع تشيلسي، اعتقد تشيلسي مش هيقول لا في صفقه جوردن لانه عايز لاعب في خط الوسط. في كمان سامعين ان هم داخلين برضو في صفقه اوباميانج من برشلونه محتاج ان هو يبيع لاعب عشان يقدر يسجل صفقه جديده اللي هو جول كوندي، ففي يعني في 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 مشاورات ان ممكن يبيع أوباميانج أو يبيع ممفيس ديباي. فأعتقد تشيلسي قادر أنه هو يحسم الصفقة، أو قادر على الأقل أنه هو يوصل لحل مع إيفرتون في صفقة جوردن. يعني اخيرا بقى لو هنتكلم على مورينيو مدرب روما، طبعا فكره ان هو حابب يستعين بلاعب خط وسط خلال الفتره المقبله بعد اصابه فينالدوم، برضو يمكن الانظار بتتجه او انظار يعني مورينيو على وجه التحديد بتتجه لباريديس ان هو يكون موجود في صفوف الفريق خلال الفتره المقبله، شايفه انه فعلا محتاج ده، خاصه ان في برضو يمكن عدد كده من المشاورات ما بين الفريقين، ولا شايفة أنه مش محتاج أنه هو يدعم الفريق وممكن يستعين بحد آخر من الفريق؟ باريديس عليه كلام كتير قوي، ليفربول، روما، يوفي، هو اصلا في باريس سان جيرمان، ففي كلام كتير او في اطراف كتير بتحاول ان هي تتعاقد مع باريديس. للاسف روما ما كانش محظوظ جدا في اصابه فينالدوم، لاعب لسه صفقه جديده لسه منضمه على سبيل الاعاره من باريس سان جيرمان، فبتبقى بدايه مش حلوه يعني او مش جيده بالنسبه للاعب والفريق لما يكون لسه منضم لمكان جديد ويتعرض لإصابة. لو ما كانش مورينيو محتاج لاعب وسط ما كانش تعاقد مع فينالدوم، فبالتأكيد هيحاول ان هو يشوف له بديل او يشوف لاعب تاني يعوض غياب فينالدوم لفترة الإصابة. او هو مورينيو لما اتجهت انظاره يعني للاعب اللي كان بديل اصلا لفينالدوم في باريس سان جيرمان واللي هو باريديس، ففي هيبقى في كلام، هيبقى في تشاور ما بينهم وبين إدارة باريس سان جيرمان. اعتقد ان باريس سان جيرمان مش هيمانع في خروج باريديس في خلال الميركاتو. يعني من انا بشكرك جدا، دايما بتنورينا وتشرفينا على شاشة قناة نادي الاهلي وعشرة الصبح في الاهلي تحديدا. ميرسي ليك يا مريم، وميرسي لكريم ونهوانت. ميرسي. طبعا زي ما انتم تابعتوا جماهير كل 10 الصبح في الاهلي تابعت، دي كانت كل تحليل طبعا الاستاذه من عمر الناقده الرياضيه بموقع يلا كوره لكل عناوين الصادره صباح اليوم الاربعاء من داخل مقر يلا كوره. بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه مريم سميح، واكيد الشكر موصول لضيفتك الاستاذه منى اللي نورتنا في حلقتنا النهارده. نروح فاصل وبعد كده هنرجع مع حضراتكم عشان نبدا اول فقراتنا الحواريه.
اهلا بكم مره ثانيه. رجعنا عشان نبتدي بقى كلامنا فيها يعني الفقره الحواريه الاولى من حلقتنا النهارده. والحقيقه النهارده عندنا ماتش مع انبي عايزين نتكلم عنه، وعايزين نتكلم عن اللي جاي ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. الشكل العام والصوره العامه بتقول ان اللي جاي هيبقى شكله ايه. ده جانب من الجوانب اللي هنتكلم فيها النهارده مع طبعا ضيفنا اللي منورنا كابتن ضياء عبد الصمد نجم النادي الاهلي السابق اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في البرنامج. صباح الفل عليك كابتن. صباح الفل يا كريم. صباح الفل. هو انت صباح الخير يا كابتن. وهبدا بقى من ملف اتكلمنا عنه انا وكريم في بدايه الحلقه، ونقطه مهمه لان مؤخرا بقى الموضوع غريب شويه. هو مش مؤخرا بصراحه، هو فتره بقى لها كتيره جدا التركيز مع النادي الاهلي بشكل بشع. يعني حتى في اشخاص ما بتركزش مع نفسها على قد ما بتركز مع النادي الاهلي، وياخد المعلومه من عندي ومين ماشي ومين جاي وصفقات ومشاكل يقول لك بيصدرها مش عارف مين. يعني الوضع دمه تقيل حتى لو احنا لا نلتفت كجماهير، بس ليه يعني ليه دلوقتي وفي فترات معينه تلاقي الضغط بشكل كبير بعد كده يبقى تمام مع ان يجي ضغط تاني، او استغلال مثلا مواقف، ولا ايه الوضع بالظبط؟ انا عايز اقول حاجه. الموضوع فعلا زي ما انت بتقولي ريحته فاحت وبشكل مش طبيعي. بمعنى انا كنادي اهلي لو اتكلمنا على البطولات الخاصه بالدوري العام، واخد كام بطوله؟ 42. تمام؟ كل فرق مصر واخده كام بطوله؟ تقريبا النص او اقل من النص. نمره اتنين. عمرك ما هتلاقي فرقه طول عمرها هتفضل في الطب ومش هتنزل تستريح استراحه مقاتل محارب. وارد جدا ده. ريال مدريد عملتها قبل كده سنه والثانيه، وبعد كده بدات تخش وراحتها بقى. فده الطبيعي، لان ده لو ما حصلش يبقى ده اللي هو مش طبيعي. فعادي جدا ان انا اريح سنه اريح اتنين، ما فيش مشكله بالنسبه لي. ايه المشكله في ايه بقى؟ وده الأهم، وده المحور اللي لازم يعمل عليه مجلس الإدارة ويعمل عليه جهاز الكورة الشغل الأكبر السنة الجاية. إيه الأخطاء؟ أنا لازم أتعلم خطأي علشان أبدأ أستفيد، وإلا المشكلة تبقى هتتفاقم بالنسبة لي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا كفريق كورة وأنا كنادي أهلي عندي مشكلة وظهرت جدا بالنسبة لي السنة دي، ألا وهي خط الدفاع، ألا وهي إن أي حد بدأ يتجرأ عليا. كريم انت مش متخيل، يعني من هنقول من 6 7 8 سنين اللي كان بيجيب جول كان ممكن بيتسوق في النادي الاهلي، يجيب جول في النادي الاهلي بيتسوق من خلاله ويروح حته كويسه. صدقني في اللي بقوله لك. وكان في لعيبه، معلش انا بتكلم في دي عشان دي حته دي في ملعبي انا. لما حد يقول لك ده انا النهارده هلعب قدام فلان، طب انا ببقى مش قادر، ببقى عقبال ما بخش في المباراه واستوعب ان انا بلعب قدام فلان، اقسم بالله الكلام ده بيحصل، بيبقى عدى نص المباراه. ما بالك دلوقتي اي حد، مع احترامي لكل الفرق انا بتكلم في حته فنيه. ايوه طبعا. الاهلي اسم كبير، واللي يلعب قدام الاهلي بيحط نفسه انا. هم ماتشين كان في سموس، ماتشين هلعب قدام الاهلي، هلعب قدام فلان، وبالنسبه لي الموسم انتهى خلاص. فلازم هنقول استراحه محارب، استراحه مقاتل، فتره اوضب فيها ورقي، انظم فيها ورقي، ابدا اشتغل براحتي، اشوف العيوب اللي عندي. اصلا ايه اللي بعطره الورق ده؟ بص يا كريم، ايه اللي خلانا بقينا محتاجين نعيد ترتيب؟ انا شايف من وجهه نظري التالف او يعني الانسجام اللي بين اللعيبه وبين بعضها ما تمش بالشكل المفروض انه يتم فيه في النادي الاهلي. نمره واحد. لا مش فاهماها، يعني انسجام بين اللعيبه ازاي؟ اللعيبه اللي داخله جديده. لا لا لا، الشباب الصغير اللي لا لا لا، اللي داخلين جديد او احنا اشتريناهم او بالظبط اللي جولنا جديد. مكسيوني او سين من مش عارف من ام بي او من ان او من سي ايا كان. بس حتى المبدا نفسه. بس المبدأ. ده مش العادي، يعني احنا اي صفقه بتيجي بيبقى فيها على طول توافق بين اللعيبه. هو مش عادي، هو مش هي مش حاجه اساسيه ان انا اجيب لعيب ينصهر مع الخمس سته الموجودين مع الفرقه. ما هو واضح النهارده. ده حصل مع بيرسي ثاوب بالمناسبه لفتره، يعني بالذات اول وجوده، اول تواجده، حتى ناس كتير علقت على. انا بقول ان بيرسي ثاوب لعيب مش وحش، لعيب كويس. بس المشكله ممكن في المعامله او في الطريقه او في الانسجام او في التكيف بتاعه. التكيف بتاعي يا كريم غير التكيف بتاعك. انت ممكن تستوعب معلومه في ربع ساعه، انا اقعد ساعتين عقبال ما استوعب المعلومه اللي انت بتتكلمني فيها ديت. هو مع اللعيبه في ايه؟ الحته دي مهمه جدا على فكره. وعلى فكره اي حد داخل على النادي الاهلي لازم يعرف حاجه. الاهلي، وقلت الكلام ده قبل كده، خمس ست بطولات غير منتخب بتاعه اذا كان سواء في مصر او في بلد تانية. نمره اتنين التحمل العام بتاعه. نمره تلاته البدني. نمره اربعه لازم يعرف ان هو فريق قاعد بيلعب في فريق ما بيقبلش غير بطوله واداء وشكل.
الحته دي مش سهله، فتيجي في الاول في الاختيار. انا اختياري لفلان بفضل متابعه شهر اتنين تلاتة سنة عشان أبدأ أجيب لعيبة أقول ده فعلا هينفعني وهيخدم عليا في النادي الأهلي ولا لا. نمرة ثلاثة، مش كل لعيب بيتحط في بوزيشن بتاعه أو في مركزه أو في مكانه ممكن في نهاياته يكمل كمان سنة واتنين، وبتكلم على الحتة دي كويس قوي، في نهاياته يكمل كمان سنة واتنين. في لعيبة ما تقدرش تستوعب، يعني بمعنى لو هنقول على زمان ايام زمان، معلش انا هحضر جيل مش هجيب حد من الموجودين دلوقتي، كابتن ماهر همام، كابتن مدحت رمضان، كابتن حسام البدري، كابتن محمود صالح، في النهايات كابتن محمود الخطيب، في النهايات ما بقدرش اكمل زي ما ابتديت، فببدا اقول خلاص ستوب، انا هبدا اجيب حد هو في 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 في, في يعني اقول بدايه النهايه بالنسبه له، ابدا اعمل الاحلال والتجديد. فيمكن ديت برضو اختيارات ال 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 الجهاز ما كانتش موفقه جدا لبعض اللعيبه، وده طبيعي. وانا لما اطلع يا كريم انا وانا اقول ان انا عندي عيب في حته معينه او عندي نقص في حاجه معينه، ده غلط؟ لا بالعكس، ده قمه الاحترام، قمه ال 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 الكبر، قمه القوه، قمه الاحترام والموضوعيه، وده طبيعي. احلال وتجديد بياخد فتره، بس المشكله في دي ايه بقى؟ احلال وتجديد اجيب 2 3 ينصهروا مع 8 9. انا ما عنديش فتره اعداد برضه يا كابتن ضياء، يعني انا اتكلمت معاك في الحته دي، احنا قعدنا 3 سنين ما عندناش راحه، وبالذات الفتره. طب يبقى اختياراتي ايه انا هو امتى عشان ينسجم وانا بخش على بطولات؟ طب هقول لك حاجه، يبقى اختياراتي ايه بقى؟ لازم اجيب لعيب توب التوب، ما هو قبل ما هقعد شهر 2 3 انصهر واشوف لو جبت لعيب افريقي. بمعنى ايه توب التوب؟ يعني بمعنى يفهم على طول المينتاليتي بتاع دماغه، تبقى جامده جدا وجاهزه. اه دي هنعرفها ازاي؟ ما هو القصه ان انا لما بختار، انا لما بختار مثلا، لما انا جبت مثلا بدر بنون انصهر بشكل كبير جدا مع الفريق لان دي شخصيته. لما جبت ميكسيوني انا ايش عرفني ان هو اجتماعيا هيبقى عامل ازاي؟ انا ببص على مش اجتماعي. طب هقول لك حاجه، لا بيحصل. طب بيحصل كتير جدا في بعض المديرين الفنيين قبل ما يجيبوا لعيبه في مصر هنا، بسال يعني انا كريم لاعب كان بيلعب عندك يا كريم، اقول اخلاقه ايه؟ انتمائه ايه؟ شكله ايه؟ ده انت ابو الله، ده انت شيء، ده انت جميل قوي يا كريم. ظروفه بره الملعب ايه؟ بيسهر ما بيسهرش؟ بيعمل ايه؟ لما بيقعد على الدكه بيعمل ايه؟ طب لما بيتغير بيعمل ايه؟ دراسه كامله. والله بقى احنا كمصر، احنا كبعض المديرين الفنيين كنا بنعمل كده، ما بالك بالنادي الاهلي؟ يبقى اللاعب اللي بيتحط تحت المنظار وتحت الرؤيه ان انا هجيبه، لازم بقى دي مشكله الراجل اللي بيسوق اللعيب اللي داخل النادي الاهلي. ما دخلش اللعيب جوه النادي الاهلي الا لما اكون متاكد مليار في الميه يعني واد انه هينصهر مع المجموعه اللي موجوده. في لعيبه حاليه لا ترتقي لده، مش كده؟ للاسف هو مش بيقال ان ده لعيب محلي وده لعيب دولي، ده ما ينفعش يلعب منتخب، ده ما ينفعش يلعب نادي اهلي، لا ده يلعب نادي اهلي بس فقط لا غير، ما يلعبش منتخب. لعيب يلعب في اي مكان في الدوري، اي نادي في الدوري الا النادي الاهلي. ليه؟ ضعيف، ما يقدرش يتحمل عضلاته وبناياته في الاول، الاعداد بتاعه من الاول هو ناشئ، ما تحولش هي بطوله واحده بس. غير الجزء البدني كلمه حق لازم تتقال. هو انا لعيب النادي الاهلي واقعه دايما في كل الازمنه تحت ضغط هستيري، كونها بس لعيبه في النادي الاهلي، عشان النقطه اللي حضرتك ابتديت الكلام بيها ان النادي الاهلي وجماهيره. كريم الناس لازم تعرف كده، ما بيردوش غير بالفوز. ما انا بقول لك هو اللي بيبني عماره 20 دور زي اللي بيبني عماره 4 ادوار. الاساس اللي بتحط ال 20 دور زي الاساس اللي بتحط الاربع ادوار، مستحيل. اللعيب بيبان من اساسات، يعني من صغره انت جايب السي في بتاعته، كان فين، بيلعب ايه، عمل ايه، منتخبات ايه. من نفس المنطلق تقييم حضرتك ايه للعيبه اللي تم تصعيدها مؤخرا من الناشئين؟ انا كنت مبسوط جدا بالمباراه الاولانيه اللي كسبنا فيها 3 وسيد غريب جاب هدفين، وكنت فعلا مع الجهاز الفني انه تاني مباراه ما يبتدوش. قول لي ليه؟ لو ابتدوا المباراه الثانيه مباشره بعد ما كسبنا 3 وجبنا هدفين والاداء كان شكل وراقي جدا وولاد صغنانين وطالعين 4 5 لعيبه لعبوا تمام كده، انا كواحد من الجمهور هبقى مستني ايه؟ انت تشوف على الاقل نفس اللي شفته، ده اضعف ونفس الجميع. الاهداف طبعا، ولو ما جابش زياد يبقى لازم يجيب، يعني كان هيبقى ظلم ليهم. ليه طبعا الوقت، بص عايزه تنجح المنظومه كويس، اختار الوقت اللي لاعب فيه الناشئ او اللاعب الجديد على النادي الاهلي. انا كلمه ناشئ دلوقتي لو انت عندك يعني اريحيه الاختيار على صعيد الوقت، انت في الفتره الاخيره معظم اللي حصل على عجاله، لان دي جد طبيعه الاحوال. يبقى لازم اطلع اقول انا يا جماعه دلوقتي انا بقيم الموضوع من اوله، برمته من اوله لاخره. أيوه. للظروف اللي انا متواجد فيه. اهلي رايح 5 6 7 لعيبه ايا كان عدد المريح. أيوه. لعيبه اتحملت على نفسها،
لعيبه حطت نفسها انها ممكن تبقى تتشاف مش كويسه او مش جيده عشان اسم النادي الاهلي، والكلام ده واضح لبعض اللعيبه في النادي الاهلي. لعيبه قالت انا مش اشكال عندي لو انا حاسس بشك خفيف في عضله في مزق في شد في بتاع، مفيش مشكله بالنسبه لي بس انا اكمل. الكلام ده كله لازم يتحط في الاعتبار، لكن الظروف اللي اتحطت فيها اللعيبه دي برضو ظروف صعبه يا كريم. انت طبعًا في الاول طبعًا ممكن نهايه بفقد الدوري، ممكن اتعادل، ممكن ما اكسبش، ممكن اخسر، الاحتمالات وارده. قبل كده لما بحط اللعيب ببقى عارف احطه امتى في وجود اللعيبه دي. وعلشان كده انا بقول زمان غير دلوقتي. زمان كنت ممكن اعتمد على 14 لعيب 13 لعيب 15 لعيب فقط لا غير، والباقي بالنسبه لي عادي ما بيمثلش لي اهميه، والروتيشن اللي بيحصل من ال 14 15 لعيب دول فقط لا غير. دلوقتي لا، ليه؟ البطولات كترت والفتره بين كل مباراه والثانيه قليله. انا عشان اعمل ريكفرنج او اعمل استشفاء بالنسبه لي، انا النهارده لعبت، قلت الكلام ده في حلقه قبل كده معاك هنا، انا لعبت النهارده مثلا سي الاربع وعندي ماتش يوم السبت، بكره ايه؟ الخميس. بالنسبه لي ريكفرنج تدليك ومساج وساونا وجاكوزي وخلاص اوكي. يوم الجمعه هعمل ايه؟ هعمل كوره ثابته. هشتغل ايه؟ هوقفك ازاي ولا اقول ايه ولا في فترات قعدنا فيها 6 ايام او 7 ايام مفيش مشكله، لكن عشان استوعب خطه او شكل او طريقه انا جاي بيه عشان اخلي شكل النادي الاهلي في صوره معينه، على ما اعتقد صعب قوي. فدي اللي بتكلم فيها، ان اختيار الناشئين في الفتره دي هو اختيار حكيم، اختيار كويس. وعلى فكره خلاص الدوري خلص وعرفنا راح فين وجه منين، دلوقتي يبقى في اريحيه في اللعب. انا معليش ضغوط، يمكن لا ضغوط على المركز الثاني ولا بتاع، لا ان شاء الله مفيش مشكله، لكن انا بتكلم انت نادي اهلي ولازم اللي يجي يا كابتن كريم، لازم اللي يجي يلعب في النادي الاهلي يبقى عارف حته كويس قوي. انا بلعب في النادي الاهلي طبعا. هو اعتقد معظمهم بيبقوا عارفين، بس في دروب بيعيشوا يعني في حته نوند انا بزعل منها. ما هو انا متربي جوه النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه لغايه ما لعبت درجه اولى، انا ببقى حاسسها والله. نوند ما بيحسش بيها غير الانتماء القوي. يعني نوند انا لو تعادلت مباراه اقسم بالله وانا في الناشئين يا جماعه، انا بتكلم بامانه والله، بلاقي فاكل ولا اشرب ولا بص حتى ولا داخل في موظف الامن اللي قاعد على الباب احط وشي في الارض وانا داخل. ده تعادل يا كريم، تعادل مش خساره، مش خساره دوري ولا صحيح. شكل انا بتكلم بحرقه فعلا، صدقوني يا جماعه. لو سالتك سؤال مباشر كابتن ضياء وعايزك تجاوبني، يعني المشكله في اللعيبه حاليا ولا في الاداره الفنيه ولا في مين؟ هقول لك حاجه بقى بمنتهى الصراحه، يعني انا هكلمك بما يرضي الله. نمره واحد لعيبه، لعيبه طبعا ما نديهمش اي عذر يعني. لا 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 لا، في حاله واحده بس، لو هم فعلا عندي 6-7 مصابين، عندي ظروف بقى مش قادر، وقتها اقول لك طب اعمل ايه؟ ما هو ما بلعبش كتير، ما خدش 6-7 ماتشات، اول مباراه بالنسبه له لما يرجع لها اللاعب ما بيوصلش للتوب فورم بتاعته غير من المباريات الرسميه يا كريم. اقعد العب 70 مباراه 100 مباراه ولاعب لاعب تاني 4-5 مباريات رسميه بكروت وبثلاثه بونت، هتلاقي الفرق بين ده وبين ده سما وارض. دي نمره واحد. نمره اتنين الحته اللي اتكلمت فيها بقى، الانتماء بتاع النادي الاهلي اللي انا فعلا متربي جوه النادي الاهلي، ان انا بغل، ان انا ما اخسرش، اتربيت ان انا ما اخسرش ولا اتعادل ولا حد يلاقي بقى احسن مني. كريم الحته دي احنا اتربينا عليها، ده احنا كجماهير اتربينا عليها، احنا ما نعرفش اللي احنا فيه ده. انا مش عايز اقول يعني. كل شويه احنا ماتشنا مع الزمالك في 3-2 في 84 85 في دور الثمانيه لما كسبنا نجوم الزمالك باسماء الرنان، حد كان يتوقع ده اقل حاجه هيخسروا 5-6 وايه وكوره واداء وشكل وكل حاجه، وبعدها كملنا ب4-5 لعيبه. الاداء والشكل ده بقى هو اللي عامل مشكله كبيره عند جماهير النادي الاهلي في الفتره الاخيره. فكره ان احنا نتعثر ورده، فكره ان انت تمر بمرحله تخسر ورده طبيعي، واخسر كمان واخسر مره واثنين، بس على الاقل لما الاداء والشكل والروح دي بقى اللي مزعله الناس. ده اكتر حاجه مزعله. بص يا كريم، من الحاجات الكويسه في النادي الاهلي الناس لازم كلها تعرفها وبامانه، ان احنا هنا في 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 مصداقيه. وحش واطلع اقول انا وحش، انا هكبر في ايه؟ هي الامانه دلوقتي، الصوره باينه. يا نهاوند انا بسمع باينة. ده انا بسمع حاجات وبشوف حاجات هنكبر، هي ما فيهاش والله العظيم يا كريم، بستحي بس بقى خلاص. لا حاجه باينه يا كريم، انا وحش ولا يعني يا جماعه ما هقول ايه بس يا جماعه، وانا لما ببقى وحش يا كريم وانا اطلع اقول انا وحش ابقى انا كده. بس هقول لحضرتك حاجه برضو، انا وحش حاجة. انا وحش في ممكن أسباب. اكون فتره بس في عندي حتى لو في اسباب فتره وبرجع اقف بسرعه على رجلي. وحضرتك تفكرنا بقى تاريخيا، اكيد على مدار برضو الاهلي بنتكلم ان في دروب
وبعدين قمنا في دروب وبعدين قمنا تاني على رجلينا. ده وارد يحصل مع كل أندية العالم. بس تعال نقارن الفترة دي برضو بخبرتك كابتن ضياء بفترة سابقة أيام مثلا حضرتك وجيلك، هل في تشابه ما بين الأحداث شوية الضغوطات؟ يعني خلينا نعرف. أول ما جه مانويل جوزيه كنا ما خدناش دوري وما كسبناش وما اشتغلناش كويس، بعدها عملنا إحلال. عارفة بتغيري جلدك، غيرنا جلدنا خلاص بقى اللي يقدر علينا زي ما كنا بنقولوا، والكلمه دي بتتاخد مننا لما بنركب ما بننزلش. اللي حصلنا كسرنا، اللي حصلنا ولا حد يقدر كان يحصل. انا ليه بقول كده يا نهاوند؟ فعلا انا زعلان يا نهاوند. طبعا بس انا على ايه؟ على الحته اللي قالها كريم. ازعل بس امتى؟ لما اكون استحق فعلا ان انا اديت كل اللي عليا وطلعت كل اللي جوايا وانا مستحق. خلاص ربنا اراد كده وانا هخش في مشيئه ربنا. مستحيل الفتره دي حصلت. هو في مشيئه ربنا في الكوره يعني بشكل كبير. انا عايز اسال طبعاً يعني هل طبعاً فكره ان انا التوفيق دي نقطه على فكره ان نفسي عايز اعرفها؟ هل في الرياضه في حاجه اسمها يعني مثلا هقول مثلا ممكن حد يجي يقول لك يعني في الانديه الاوروبيه والانديه اللي مش عارف ايه، هل في حاجه اسمها برضه توفيق؟ يعني قصه التوفيق دي فعلا في الكوره لو وصلناها الناس بتفهم كلمه توفيق. ربنا مش حسانه فريد يعني ده فريش حاجه اسمها كده يهودي ما يعرفش ربنا اصلا. انا هقول لك لا التوفيق حاجه تانية. بمعنى ايه؟ فعلا التوفيق بيروح للي يستحقه. بمعنى انا تعبت النهارده وصحيت بدري وشقيت، الرزق بتاع ربنا واللي بيوصل للبني ادم ده غير مربوط تماما بديانتك ولا لا، مربوط بالعمل. اوكي في يعني انا مش عشان انا راجل يهودي ولا انا راجل كافر ولا راجل كذا، ربنا بيديني على عملي مش على ديانتي. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا اقصد حته التوفيق دي انها ايه؟ انا عملت كل السبل، خدت كل الاسباب. في ممكن واحد يكون بره المنظومه بس موجود في المنظومه هو سبب عدم التوفيق بتاع ربنا. ممكن كان بيجي يحصل زمان، يجي حد مثلا نخسر او نتعادل او يحصل له مشكله يقول له فتش في نفسك انت عملت ايه غلط النهارده. يوه هات ورقه وقلم بقى يا كابتن، هات ورقه وقلم ايه، امشي بقى يلا، انت شرير وحش يلا خلاص. فتوفيق ربنا بيروح لمن يستحق. بمعنى اتمرنت كويس، خدت احسن تشكيل، حطيت احسن مجموعه مع بعضها، اشتغلت على العيوب بتاعت المباراه يعني اللي قبل كده، خدت كل الاسباب. صحيح. يا كريم خدت كل الاسباب، بس ربنا على فكره مش عايز يديني، يمكن في حد محتاج اكتر مني. يبقى اللهم لا اعتراض. ونطلع فاصل ونرجع نكمل ونرجع بعد قهوه ساده بقى يا كريم لو سمحت. طيب كابتن ضياء طبعا لسه منورنا وعندنا تقريبا يعني 10 دقائق نقدر ان احنا نتناقش بقى في بقيه الملفات الخاصه طبعا بالكره المصريه والنادي الاهلي والتحكيم المصري والمشاكل وغيره. يعني طيب كابتن ضياء احنا اتكلمنا عن الدروب اللي ممكن النادي الاهلي يكون اتعرض ليه وقارناه بفتره برضو او فترات سابقه مر بيها النادي الاهلي ايضا. خلينا نبص بقى لقدام ونشوف دلوقتي الوضع عامل ازاي، لان ما زال برضو في لغط، ما زال في بعض الكلام حول سواريش الأفضل ليس الأفضل، هل أصلا دلوقتي التوقيت السليم أن أنا أحكم عليه ولا لأ؟ ناس بتقارن بفترة موسيماني، ناس بتقارن بفترة مانويل خوسيه أول ما جه قال لك برضو الناس ما كانتش مقتنعة بيه، لكن الراجل قدر أن هو يبقى أو يحقق فترة من أفضل الفترات مع النادي الأهلي. يعني خليني من خبرة حضرتك نفهم الفترة دي. أنا واحد من الناس لو قالوا لي سألوني هقول إن طبعا سواريش ما أقدرش أقيمه في الفترة دي، لأن الفترة دي هو ما اشتغلش فيها، وهفضل أصر أقول إن هو ما اشتغلش فيها. حد يطلع يقول لي ما هو قعد أسبوع ولا خمس ست أيام يعملوا لي إيه؟ خمس ست أيام مع هيكل فريق فيه خمسة ستة ولا سبعة ناشئين، مع ناس راجعة من إصابة، مع مستحيل أقدر أحكم على اللعيبة دي او على الفكر بتاع المدرب دوت. نمره اتنين، هو دلوقتي ابدا احاسبه بعد الموسم ما يخلص، وفي بدايات هيبان الشكل تماما، في طريقه وفي شكل وفي اسلوب انا اقدر العب بيه. حتى الماتشات الوديه وتدرجها هيبان عليه جدا ان هو عنده فكر فعلا مختلف عن الناس اللي قبل كده، او هو عنده فكر ماشي بيه صح. لما بدا يعرف كل كبيره وصغيره في 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 يعني نقول في مفهوم وادراك وامكانيات كل لعيب، الاختيارات اللي هو هيطلبها هل فعلا هتبقى مواكبه او بتتطابق مع الناس اللي موجوده في لجنه الكوره اللي تقول فعلا احنا محتاجين سيرد باك، لا احنا محتاجين باك ليفت، محتاجين باك رايت، محتاجين فيرويد، محتاجين سترايك، محتاجين ايا كان اللي بتكلم فيه. طب احنا مش المفروض ان النواقص اللي احنا محتاجينها
واضحة لوحدها، يعني هي فرضة نفسها في التوقيت ده. كريم هو بيتفرج على مباريات فقط، لغير ما بيمرنش. ما ممكن يكون الولد اللي هو ممكن يقول عليه انا مش محتاجه، لو اتمرن معاه هيطلع منه كل حاجه. وقيس على كده، في مدربين كتير جدا طلعت من لعيبه اللي مستخبي محدش قدر التاني يطلعه. ممكن انا اطلع من لعيب حاجه اشغله عليه انا شايفها فيه وحاسسها، وشايف ان لو اشتغلت عليها كتير برايفت موجوده معاه في 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 جمله اتنين في ثلاثه هاخد منه كل حاجه. وفي مدرب تاني بيموت لعيبه اتنين وتلاته. هو دلوقتي انا بعمل بتهيألي بحط في دماغي ان هو بيعمل استكشاف، بيقعد يعرف كل كبيره وصغيره في كل اللعيبه، بيعمل تقييم، ويعتبر ده تقييم. هو يعني متاخر شويه، واللي خلى الناس تبص في الحته دي النتائج مع خساره البطوله دي برضه بتعمل بتمثل ضغط عليه، بريشر عليه، ان هو مش عايز يقول ان انا اختياراتي غلط. لا، طب انت خد من الاول، انت دلوقتي خلاص، دلوقتي خلاص حبيب قلبي، انت جاي بقالك 10 12 مباراه، اتفضل تقييمك محتاج وهيبان على فكره. لان انا زي ما بقول الاختيارات هي سبب انك تحصد بطولات مهمه جدا يا كريم. انا مش هجيب اي لعيب وخلاص يجي لي اسم يقول لي كذا، زي ما بقول لك لا، لازم اعمل بلغه الكوره كده او لغه الضباط والمباحث، انا بعمل تحريات عن سلوكياته، اصاباته، تاريخه الاصابه، تاريخ الكوره بتاعه، تاريخ بيشوط ايه، بيعمل ايه. لما ممكن لعيب ليه كويس قوي قعد بره ال 18 اتحط على الدكه فورتينا، تلاقي الدنيا ولعت، سواء بقى اجنبي مش اجنبي، مصري مش مصري، الكلام ده كله بيفرق كتير. والكلام ده كله الفتره اللي الاهلي كان متسيد فيها كل البطولات، هتلاقي كل اللعيبه بتحب بعضها، كل اللعيبه بتفكر في اسم النادي الاهلي. وهو ده الفارق الوحيد اللي انا بحسه حتى مع كانت لعيبه زمايلي من انديه كبيره جدا جدا، الفارق الوحيد اللي كنت بحسه احنا مع بعض، احنا مع بعض. انا ما بفكرش في اسم ديار ولا نهواند ولا كريم، انا بفكر في اسم 10 الصبح في الاهلي، عايز البرنامج ده يبقى نمره واحد، يبقى من اول واحد من الكرو موجود هنا لاعلى واحد كله بيفكر ان البرنامج ينجح. لكن لو نهواند فكرت ان هي اللي تنجح وكريم ينجح وضياء اللي ينجح ومش عارف مين اللي ينجح، صدقني احنا هنفشل. طبعا. وهي دي اللي بتكلم فيها اختيارات، يمكن دي بعيده شويه عن الكوره، لكن ده في الكوره لا اساس دي الكرة. منظومه صح، اي منظومه صدقيني يا نهواند، هي دي اساس، ده اساس النجاح في الكوره. فانا بتكلم اختياراته براحته بقى، خلاص هو كده اوكي. لكن انا راجل عايز يجرب حاجه معينه، هيجربها ايه؟ زي باريس سان جيرمان على فكره، ما نفس البتاع ميسي. خلي بالك بقى السنه دي ميسي هيبقى شكله عامل ازاي. ميسي لما راح فرنسا عمل ايه؟ ده ميسي يا جماعه معقوله؟ ما عملش حاجه. تايه يا كريم، تايه. دلوقتي جاب جول ولا اتنين وبيشغل اسيست ايه وشغال معاه وربنا وفقه. مع ان برضو يعني هو مش ربنا وفقه. طب على فكره انا عايز ارجع برضو معاك لتفصيله كده، ان بقينا برضو بنشوف ناس كتير بيقعدوا على السقطه واللقطه زي ما بيتقال. يعني مثلا ايه، لو لما بييجوا مثلا يقيموا المدير الفني، فليكن الكلام مثلا على سواريش او في المطلق، عدوا بقى مرحله انعكاسات المدرب الفني في صوره اداء وهارموني في الفريق، سابوا بقى الجزئيه الفنيه والتقنيه، دخلوا حتى في الكاريزما بتاعته، بشوش ولا كئيب، الطريقه اللي بيقف بيها على كريم. ده مش تقييم، عارف ده اسمه ايه؟ ده اسمه تصيد. بمعنى ما دي الراجل اول يوم يجي فيه ومعاه التشكيل في ورقه، وانا عارف مين كريم، من ضياء، من هواند، من محمد، عايز اقول لك الورقه دي بقى انتقدت برضه بالمناسبه. وانا بقول لك ده اسمه ايه؟ ده اسمه تصيد. ما هو جديد على المجتمع المصري او على الرياضيين او على او ان انا. طب اقول لك حاجه، انا كنت مره ماسك فرقه وفعلا ما اعرفش اللعيبه. ايوه. بسال حد قديم جنبي بقول له مين سريع هنا؟ انا عايز واحد سريع هنا. هو اسمه ايه دوت؟ هو ده غلط، لازم اطلع قدام الكاميرا واجي اقول عشان تعرف. والله العظيم ما كنتش اعرف اسمائهم، فعلا ما اعرفش اسمائهم. هعرف اسمائهم منين؟ ما هم مش مشهورين ومش معروفين، وبالنسبه لي ناس يعني مبهمه. فايه العيب لما ابص اكتب بوزيشن هنا كذا بكذا وكاتب بحاجات معينه، ابص يا فلان كذا. طب في سؤال، هل اللغه مش عيب على فكرة؟ اللغه للمدير الفني بتفرق؟ يعني الانجليش اسهل من لما برتغالي، من لغه يعني الكوميونيكيشن، التواصل مع اللعيبه والترجمه، ممكن تعمل جاب. يعني في ناس اتكلمت في النقطه، تعمل بس مش بالصوره اللي انت متخيلاها، لان لغه الكوره واحده، والايماءات بتاعت وشك اثناء المكسب والخساره والتعادل والرضا وعدم الرضا واحده،
لكن اللي كانت دي في حته ايه بقى ايه طريقه التعبير عنها بس يعني انا عايز اوصلك حاجه كده مثلا يعني. عندنا خليك ذكر انت مثلا هو يمكن يقولها بمصطلح تاني انا ما فهموش يديني حكه انا اعرف مان كده هي دي انا هقول لك عليها مثلا اقصد اقول لك فالايماءات دي بتبقى واضحه جدا للعيب الكوره ولا هي لغه واحده بتبان لكن اذكر ان جوارديولا لما راح يلعب في المانيا ومسك فرقه بايرن ميونخ اتعلم الدويتش الماني علشان ياخد اللغه العاميه في كلام باللغه العاميه تقدر الالماني يحفظوه ويعرفوه لما يتقال يتبسطوا جدا انا على ما اعتقد دي ممكن تفرق بس مش بالصوره اللي انت متخيلها في مصر او مع النادي الاهلي او مع مدرب جاي من بره بلغه لا هو جايب مدرب وكل حاجه بس بتقع اعتقها على ان المدرب او الراجل المترجم اللي موجود يوصلها باللي في دماغه المدرب اللي في دماغ المدرب للعيب محتاج منها ايه ممكن اقول كلمه ليها معنيين ثلاثه تمام ياخد معنى من الاثنين مش اللي هو قصده انه يوصلها له لكن لو لعيب مصري مع مدرب مصري هيوصل له ده لو عدى العضه دي خلاص كده اكيد على كل حال عارف انا محتاج ايه يعني. كابتن ضياء نورتنا دلوقتي للاسف خلص بس والله كانت فقره يعني جميله جدا شكرا لحضرتك نشوفك على خير قريب باذن الله تنورنا وان شاء الله الزياره الجايه بقى نكون بنتكلم فيها في مواضيع يعني اسعد شويه من اللي احنا كنا بنتكلم ان شاء الله نورت الدنيا ان شاء الله ربنا يخليك يا رب طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات وبمجرد العوده حضراتكم هتلاقوا نهاوند مع دكتوره دينا ابو السعود يكلموكم عن موضوع مهم جدا خليكم معانا مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة اللي بتكون طبية واللي بتبقى من كل حلقة وحلقة موضوع مختلف وملف مهم يعني أعتقد برضو في عالم الفيتامينز وغيره خلينا نتكلم النهاردة عن عملية التمثيل الغذائي وإيه هي أهمية المكملات الغذائية وهل هي أصلا ليها دور أساسي ولا حاجة رفاهية كده الناس اللي يقول لك الناس المدلعة اللي بتاخد المكملات الغذائية خلينا نعرف ده كله من دكتور دينا أبو السعود بونجور بونجور إزاي غيبة والله رجعتك تاني لا بجد حلو جدا ان احنا كمان نبدا من الكونسبت ده او المنظور ده في فكره ربط الثقافه بالمكمل الغذائي ان هو نوع من انواع الايه الرفاهيه الحاجه اللي هي الكيوت مع ان الموضوع ملوش اي علاقه بالكيوتنس يعني الموضوع اساس وطب وللاسف الشديد كمان لو فيتامين او اتنين من الجسم نقص او نقص بشكل شديد ده ممكن يؤدي لمشاكل صعبة جدا طبعا. الموضوع أو دي الصورة بقى الحقيقية اللي البعض غايبة عنه طبعا صح أهمية الفيتامينات والمعادن دي ليها أهمية كبرى لجسم الإنسان ولصحة الإنسان الجسدية والنفسية مش بس الجسدية أهمية الفيتامينز لرفع المناعة رقم واحد لرفع التمثيل الغذائي وهنتكلم يعني إيه تمثيل غذائي رقم اتنين لصحة الشعر والبشرة رقم ثلاثة ولدعم النشاط وعدم الكسل رقم أربعة فما فيش حاجه اسمها يا نهاوند ان انا اخد فيتامين او ما اخدش الفيتامينز مهمه جدا ولو احنا عملنا تيست فيتامينز هنلاقي كلنا عندنا نقص في الفيتامينز اصلا بقى طبعا بقول اوكي لو احنا اكلنا صحي مش محتاجين سبلمنت من بره بس ما حدش فينا بيقدر ياخد الكميه الكافيه من الفيتامينز من الاكل وبالذات فيتامين د مثلا فيتامين د مش موجود في الاكلات خالص ممكن يبقى في بعض الاسماك زي البسارية بيقول لك بسارية حلوه جدا للكالسيوم البسارية او بسارية الصغننه دي لكن مش الريتسه بقى لا مش الريتسه عشان اتسممت من الريتسه في الويكند ففيتامين د ما بناخدوش غير بسبلمنت او من اشعه الشمس وبقيه الفيتامينات صعبه ان انا اعرف اكلها من الاكل الصحي فلا غنى عن الانتيك للفيتامينز والمينرالز ديلي يوز ده شيء يعني اساسي وملوش اي علاقه بالرفاهيه وده كلام علمي بتتكلم فيه دكتور دينا طيب خلينا نبدا واحده واحده كده لما يجي شخص عادي يقول لك انا حاسس ان انا كويس ما عنديش اي مشكله انا عندي نشاط ما عنديش كسل وشي كويس بشرتي كويسه خلاص يبقى انا مش مضطر ان انا اخد مكمل غذائي هل الكلام ده سليم بيبقى اكيد من اعراض نقص الفيتامينز البشره الشحبه الشعر اللي بيتساقط الضوافر اللي بتتكسر الكسل الخمول كل الحاجات دي بتبقى من أعراض نقص الفيتامينز لكن لو هو عمل تيست الفيتامينز لقى أن في نقص ياخد لو لقى أن هو
طول الوقت بيعرف ياكل اكل صحي خلاص ما عنديش وده مشكلة. نادر الحدوث في الثقافه عندنا بتهيألي لان احنا اكلنا أيوة. طبيعه حياتنا مش كده خالص صح صح وبالذات احنا كمصريين عندنا يعني هوس بالاكل المسبك والحاجات دي ومش كل يوم نعرف ناكل الياف بالزبط. والخضار يقول لك ده اكل المرضى ايوه انا والله جوزي يقول لي كده اجيب له سلطه وفراخ مسلوقه يقول لي هو انا قاعد في مستشفى ده الكونسبت فين الفتة وفين الحاجات دي ده كونسبت عندنا فعلا فلازم ان احنا نعوض الكلام ده بالفيتامينات والمعادن المصرحة من وزارة الصحة صح احنا بنقيس مدى سعادتنا او سعادة ولادنا او مدى صحتنا بالتخن كمان تقول لك بص بنتي راجعة من السفر ازاي او من شهر العسل عدمانة ولا مش عارفة بيقولوا ايه بتقيس السعادة او الصحة شوف ابني مش عارف ايه يعني عندنا مشكلة فعلا في صح. تغيير الثقافة وده بالتالي بيلقي عبء كبير قوي عليكم كأخصائيين في هذا المجال ان انتوا تغيروا الثقافة وبتبتدوا تقنعوا الناس ان يا جماعة الموضوع بالعكس مش معنى انك تخين ان انت كده سليم صحيا او مش معنى ان انت في زياده في الوزن يبقى انت كده شخص يعني جسمك كويس او صحتك هنتكلم على موضوع زياده في الوزن دي كارثه ده زياده في الوزن ده ممكن يكون في نقص فيتامين زي مخليها كده اصلا طبعا وبالذات بقى انا بالنسبه لي جريمه لما الاقي اطفال عندهم سمنه مفرطه يعني وقتها لما بتقولي لي الام تقول لك ايه ده بنتي ردت كده جسمها رادد وشها رادد لا لازم نعرف ان زياده في الوزن ليها مخاطر كبرى انا مش هحس بيها دلوقتي لو ما لميتش نفسي في الاكل هيجي لي سكر هيجي لي ضغط هيجي لي مقاومه انسولين هيجي لي كوليسترول هيجي لي دهون ثلاثيه بالظبط لا طبعا يا نهاوند لازم يبقى عندنا الكونسبت والثقافه ان التخن ده مش حاجه لطيفه خالص يعني طيب لو عدينا الستيج دي وابتدينا نقتنع شويه ان احنا لا المكمل الغذائي ده امر لابد منه في حياتنا وابتدينا نحس ان فعلا ممكن نفرق حتى فكريا ممكن صحيا نفسيا لو اخذناه نبدا منين ونبدا ازاي الناس تبدا ازاي فجاه كده اروح اشتري مكمل غذائي واخده وخلاص ولا الموضوع يمشي ازاي ببدا ان انا بغير لايف ستايل مع الب مالتي فيت يعني انا على طول بقول من اهم المكملات الغذائيه او المالتي فيتامينز اللي عملت رواج كبير جدا في مصر بقى لنا قليل احنا بقى لنا 6 شهور 7 شهور لكن اعتقد دلوقتي ما فيش بيت في مصر مش عارف ايه هو اي ال بي مالتي فيت او استخدم الب مالتي فيت مع الب مالتي فيت لازم اغير اللايف ستايل مش معنى ان انا بقول خدوا فيتامينات عيشوا براحتكم يعني لا كسروا بقى الدنيا خد ده وعيش مثلا يعني مع الب مالتي فيت هنشرب ميه كويس هنحاول ناكل اكل صحي نقلل السكر نقلل الكربوهيدرات والنشويات نقتلع عن الاقلاع عن التدخين لا ما تطلبيش بقى حاجات مستحيله نقلل في ناس عندها ده مش اوبشن للاسف يعني ننام فترات كويسه يعني ننام بالليل مش اقل من 7 ساعات عشان ده اللي بيعمل ديتوكسيفيكيشن للجسم مع المكمل الغذائي الرائع المصرح من وزاره الصحه المصريه اللي بيديني مناعه وبيديني طاقه وبيعلي لي الميتابوليزم وبيعلي لي الحرق عندي هو الب مالتي فيت الذي يحتوي على 13 عنصر من المعادن والفيتامينات. طب ايه اكتر عنصر ممكن نقول ان هو لا غنى عنه في صحه الانسان عشان برضو نبقى عارفين؟ اكتر فيتامين لا غنى عن صحه الانسان ما اقدرش ان هوند افضل واحد عن واحد. يعني حقيقة. لو نقص ممكن يعمل امراض مزمنه او ممكن يوديني في سكه وحشه. فيتامين دال اكيد. دال. اكيد. ده الحديد. لا الحديد ايرون لا ده فيتامين فيتامين ب فور شور ده بي كومبلكس بقى مشتقاته كله لان انت عندك الكوبالامين بيدعم الاعصاب جدا بيدعم كرات الدم الحمراء عندك الفوليك اسيد مهم جدا فيتامين ب بكل مشتقاته عندك الكالسيوم مهم للستات قوي لصحه عظمنا لصحه سناننا لانقباض عضله القلب لصحه شعري الزنك ده معدن مش فيتامين مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم وكل الخلايا بتتجدد في الجسم محتاجه زنك انا عندي داخل الب مالتي فيت الاعلى تركيز في الزنك وتشز يعني انك انت بتاخدي زنك بتركيز عالي ده مهم جدا كمان ان انا اعرف ارفع مناعتي بالزنك لو هتكلم على الحديد الحديد مهم عشان نقي من الانيميا لكن الحديد من غير وجود فيتامين سي مش هيحصل له امتصاص اصلا ممكن اقعد اكل في كبده ولحمه واجي اشوف الكومبليت بلاد بيكتشر عندي الاقي نقص هيموجلوبين واقع والدنيا عندي بايظه عشان عندي نقص في فيتامين سي
Yeah. اه طبعا، وعندي فيتامين سي كمان داخل قلب مالتي فيت بتركيز عالي ب 500 مللي جرام. ومن اهم الفيتامينز هرجع اقول فيتامين ب لدعم التمثيل الغذائي، الدعم الميتابوليزم. من غير احنا حياتنا من غير تمثيل غذائي مفيش حياه، فلازم نعرف ان ازاي نقدر نعلي التمثيل الغذائي بتاعنا. يعني ايه تمثيل غذائي؟ ان انا لما اجي اكل جسمي يعمل تفاعلات كيميائيه ويحول لي الاكل لطاقه. فالب مالتي فيت دخله فيتامين بي المسؤول عن سرعه الايض عندي وسرعه التمثيل الغذائي، عشان لو التمثيل الغذائي عندي نقص او قل، معدله قل، هنخش في حاجه اسمها متلازمه ايض احنا في غنى عندها. متلازمه الايض متلازمه الايض هي مجموعه من الكومبليكيشنز اللي بتحصل في الجسم بيترتب عليها امراض خطيره، زي نسبه السكر ترتفع في الدم لو انا الميتابوليزم بتاعي قليل، زي نسبه الكوليسترول ترتفع في الدم، الدهون الثلاثيه ترتفع في الدم، خلل في الهرمونات كلها. انا جسمي عباره عن هرمونز، بيحصل له كل الهرمونات عندي خلل، فكل ده بيؤدي الى امراض خطيره. قلب مالتي فيت بيدعم جدا التمثيل الغذائي. طيب تعالي نروح يا دكتور زي ما احنا متعودين برضو لاسئله المشاهدين عشان نقدر نغطي كل الاستفسارات الخاصه بالتوبيك بتاع النهارده. اسلام محمد بيقول مساء الخير، عندي نقص كالسيوم، هل نسبه الكالسيوم الموجوده فيه كفايه بكم الموجوده في قلب مالتي فيت؟ لو هو عنده نقص في الكالسيوم نقص قوي لازم يلجا وقتها للدكتور. انا بتكلم على قلب مالتي فيت انه مش علاج. لو عنده نقص كالسيوم قوي ممكن يبقى عنده هشاشه في العظم او وات ايفر المشكله دي، ده تخصص الدكتور بتاعه. قلب مالتي فيت دخله كالسيوم بنسبه 70 مللي جرام. اوكي. فدي دي نسبه كويسه ان انا لو ان انا الكالسيوم بتاعي ما يعلاش، عشان كده بقول قلب مالتي فيت باخده ديلي يوز، باخده يوميا قرص واحد زي ما هيئه سلامه الغذاء مصرحه بيه اللي هو قرص واحد في اليوم. لو عنده نقص شديد يسال الدكتور هل قلب مالتي فيت كفايه ولا اخد قلب واخد اكسترا كالسيوم لوقت محدد الدكتور هو اللي يشرحه. عشان ما ينفعش نسبه الكالسيوم تعلى، لان اكيد لو حصل ترسيب للكالسيوم هيحصل مشكله كبيره. طيب زينب محمود بتقول شعري بيتشابك كتير قوي في بعضه برغم اني بعتني وبصرحه على طول، كنت عايزه اعرف هل ده ممكن يكون سببه فيتامين وايه هي الفيتامينات المفيده للشعر؟ فكره التلبك بتاع الشعر ممكن بيبقى في المنطقه دي اللي هي في النص، نص الشعر دي ناس كتير بتعاني منها. انا بقى عندي تلبك في المنطقه دي مش في النص، مش في الجنب ورا. في الجنب ورا عشان كل واحد يعني. كل واحد بتقالي حسب النومه ولا هو على فكره عشان كده فعلا على فكره صح ملهاش علاقه بالفيتامين. لا 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 في لو عندي جفاف في شعري بيبقى ليها علاقه بالفيتامينز والميه، فلازم تتاكد من نسبه الحديد عندها كويسه. ومن اهم الفيتامينز لصحه شعري البيوتين. بيوتين وزنك والاثنين متواجدين. تاخد قلب مالتي فيت هتاخد قرص واحد بس من المكمل الغذائي اي ال بي على كوبايه ميه كبيره سواء بعد الفطار او بعد الغداء، ما بنصحش بيه قبل النوم اطلاقا. تمام. صلاح عدوي ممكن الاقيه في الغربيه ولو ما لقيتهوش في توصيل؟ اه طبعا. شركه بايو ناتشرال احنا متواجدين في سلسله صيدلات كبيره، ودي بتطمن الناس ان انا اعرف اخد فيتامين من الصيدليه، معنى كده انه واخد التصريح. اللي عايز ياخده من سلسله صيدلات كبيره احنا موجودين في كل محافظات مصر، بلس ان الشركه بتوصل لحد باب البيت. اهم حاجه هي دي الارقام بتاعتنا اللي على الشاشه. وللساده الصيادله لازم اقول برضو ان احنا متواجدين في الشركه المتحده للصيدله، دي اكبر شركه توزيع في مصر والوطن العربي، بتوزع الادويه والكوزماتكس والفيتامينز. فالرقم الكود موجود كمان على الصفحه. الدكتور الصيدلي او الدكتوره الصيدليه تقدر تطلب قلب مالتي فيت داخل الصيدليه بتاعتها. مهم قوي بس ان حضراتكم ما تجيبوهوش غير من الارقام دي او الخدمات الموثقه او الصيدليات التابعه يعني، لكن غير كده لا. يعني ما تروحش بقى الحاجه في ناس بتبيع في الشارع، في ناس بتبيع في اسواق الجمله وحاجات زي كده، ما فيش الكلام ده. ده مهم جدا لان يبقى الكوبي موجود تبقى كارثه مش طبيعيه. ده صح. مهم جدا. طيب ماجد محمد بيقول هي مشكله كمان يا نهواند اللي بتقولي الحاجات اللي في الشارع بيعملوا ريسايكلينج يعني مثلا اي مش بتكلم على الف مالتي فيت، بتكلم على اي كوزمتيك عندي قبل ما ارميه احاول اقطعه عشان ما يحصلش ريسايكلينج ليه تاني او اكسره او وات ايفر.
انا مش عارفه الناس دي يعني ما تبعات ده تبقى وحشه جدا، ده ممكن يجيب لا قدر الله كانسر ويجيب حاجات وحشه صح. جدا يعني صح. لما الاقي مثلا سان بلوك بيتباع ب 450 وهي بتبيعه ب 50، ما هو مش طبيعي يعني، مش طبيعي انا استخسر اجيب نوع رخيص لكن صح. ما استخسرش في حاجه كده فيك تجيب لي لا قدر الله مشكله. عندك حق طبعا. انا يعني بيصعب عليا الناس فعلا اللي بتشتري منهم صح. يعني حقيقي والله صح. ماجد محمد، هل ينفع اخد اكتر من مكمل غذائي مع بعض في فتره يعني النتائج هتكون كويسه؟ لو هتكلم على قلب مالتي فيت انا مش محتاجه مكمل غذائي معاه، لو بتكلم على الفيتامينات القابله للذوبان في الميه لان هو فيه 13 فيتامين وعنصر انا مش محتاجه اعلي من النسبه، لكن لو عندي نقص في فيتامين ده اللي قلت عليه مهم باخده من بره، لو محتاجه اوميجا مع قلب مالتي فيت باخده من بره، لكن فيتامينات تانية مع قلب مالتي فيت لا ما بنصحش. طب الدوزز الزياده ممكن يعني تضر، ممكن واحد يقول لك لا انا هستسكى بقى انا الاقي نتيجه كويسه اخد اكتر من البيل الواحده او الكبسوله الواحده؟ تضر الحقيقه. تضر تضر في ايه؟ يعني الجسم محتاج نسب معينه. طبعا قلب مالتي فيت الحلو اللي فيه ان الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في المي في الماء فملهاش تخزين في الخليه بتاعتي، العالي منه بينزل عن طريق البول. بتكلم على الفيتامينات القابله للذوبان في الدهن لما بيعلى ما بينزلش على البول بيتخزن في الخلايا فبيحصل مشاكل. لو هتكلم على قلب مالتي فيت لو اخدت اكتر من دوز هو ما بديش فيتامين توكسيستي بس بتحملي على الكلى، فده مش لطيف ان انا اقعد احمل على الكلى حاجه، فهو القرص المصرح بيه هو قرص واحد بس. عايزه تاخدي اكتر من قرص لو حد عمل تحليل فيتامينات لا في نقص شديد تسالي الدكتور هل ينفع مثلا اقعد شهر اخد قرصين وبعديها اكمل على قرص واحد، دي وقتها الدكتور هو اللي بينصح لو هاخد اكتر من قرص. طيب هل ممكن مثلا ليتس سي حد يقول لك طب الزنك الدوز بتاعه جوه الب مالتي فيت مش كافي، ممكن مع الب مالتي فيت اخد زنك لوحده؟ انا عندي اعلى تركيز في الزنك مش محتاجه زنك اكتر. طب لو اي فيتامين تاني؟ لا لان انا الالب مالتي فيت الفيتامينات اللي فيه افريج يعني تحت الحد المسموح بنسبه بسيطه عشان اعتمد احاول اعتمد على الاكل، لكن لو اخذت اكتر من كده لا ما انصحش اطلاقا. هي قرص واحد بس في اليوم حتى لكبار السن، يعني ممكن حد يقول لي طب لو انا مثلا جدي جدتي ياخدوا اكتر، لا هو قرص واحد هو مناسب لكبار السن، مناسب من سن 13 سنه، مناسب لاصحاب الامراض المزمنه من ضغط من قلب من سكر فدي حاجه كويسه جدا، مناسب للحامل لانه بيحتوي على فوليك اسيد، لكن احتمال تحتاج كالسيوم بعد الشهر الثالث او الرابع زي ما الدكتوره هتحتاج كالسيوم اعلى بكتير بكتير من قلب مالتي فيت، فلازم برضو تستشيري الطبيب. لو هتكلم عن لا قدر الله اصحاب الامراض الكلى او امراض الكبد اي حاجه بياخدوها تحت استشاره الاطباء بتاعتهم. طيب عندي برضو السؤال لو تسمحي لي، القصه هنا ان البعض مثلا ممكن يجي يقول لك طب ما انا مش شايف فيتامين معين موجود زي مثلا الحاجات اللي بتاثر على الميموري الذاكره، ايه الفيتامين اللي في قلب مالتي فيت موجود ونسبته قد ايه، وهل ممكن معاه اخد اوميجا 3 مثلا لان موضوع الذاكره ده مشكله للطلاب مشكله للناس الكبيره في السن يعني فئات كتيره من المجتمع بتعاني منه. عشان كده اللي عنده ذاكره شويه قليله يقول لك كل سمك كتير يعني سمك والله باكل ما بتاثرش انا ذاكره انا بعد الكورونا باي ذا واي يعني من تاثيرها كان ان انا الميموري بتاعي ما بقاش زي الاول ده بجد. لا انت ممكن برضه يبقى عندك نقص فيتامين. كنت كويسه والله الاول من ساعه الكوفيد يعني كان بالعكس انا افتكر التفاصيل وناس كتير جدا اشتكت بعد الكوفيد ان موضوع الميموري عندها ما بقاش زي الاول. هي الميموري تزداد برضه بالاوميجا رقم واحد. الاوميجا 3 اوميجا مهمه جدا مع اوميجا فيتامين ب كومبلكس اللي هو بقى في قلب مالتي اللي موجود في قلب مالتي فيت، فاقدر اعمل المزيج الاثنين مع بعض يعني قرص من ده وكبسوله من ده وات ايفر، هتلاقي الذاكره عندك نشيطه جدا. والله في حاجات بنحب ننساها مش هقول. طيب خلينا نتكلم في الثقافه العامه بقى ان جنرال، فكره المكملات الغذائيه هل هي حاجه مستحدثه ولا حاجه من زمان؟ يعني هل الموضوع ممكن حد يجي يقول لك دي موضه جديده جت علينا ما كناش جدودنا ولا اهالينا زمان عايشين بمكملات غذائيه؟ ترد ازاي على ده؟ لا هي مش حاجه مستحدثه، ده علماء كانوا بيعملوا ابحاث من زمان جدا عن اهميه الفيتامينات والمعادن، ما فيش حاجه مستحدثه اطلاقا. وكان في لونس باولينج ده عالم كيميائي واخد جائزه نوبل في علم الكيمياء، لما عمل ابحاث على الفيتامينات والمعادن
قال الجمله بتاعته الشهيره، لو اي بني ادم توصل للمعدن او الفيتامين اللي ناقص في جسمه هيقي نفسه من امراض كتيره جدا. الكلام ده من زمان، يمكن من 100 سنه، هو الراجل مات دلوقتي. فبقول لك هي مش مستحدثه. هي الفكره ان لما جه الكوفيد والفيروسز اللي انتشرت عمل ألار، عمل لنا ايه؟ خلوا بالكم بس. لكن هي مهمه من زمان جدا، وعلم الفيتامينات والمعادن ده من قديم الازل اكيد اكيد. بص، هو الوقت بيجري يا دكتور، بس حابه برضو اختم بالنصيحه تقوليها للاشخاص اللي بتخاف من المكملات ده. في ناس مش بتخاف من المكملات الغذائيه، في ناس بتخاف من الدواء بتاعها، يعني علاجك اهو بيخافوا ياخدوه، فما بالك ان هم ياخدوا مكمل غذائي برضو بتبقى ثقيله. فهختم بالنصيحه دي، ازاي ممكن نرد على الناس دي او نطمنهم؟ طبعا يعني بنصح كل الستات وكل الرجال اللي بيتفرجوا علينا ان الفيتامينات والمعادن ليها اهميه قويه جدا، وما نخافش من الحاجات اللي موجوده في الصيدليه، الحاجات المرخصه يا اما من وزاره الصحه المصريه يا اما من هيئه سلامه الغذاء. وبنصحهم ان احنا نشرب ميه كويس قوي، والدواء اللي الدكتور بيكتبه ما فيش حاجه اسمها مخدوش اطلاقا. لو هتكلم عن الادويه، لا افراط في الانتيبيوتكس، لا افراط في المسكنات، دي نقطة كويسة قوي. مهمه جدا، الحاجات دي بتهد المناعه. لا افراط في المسكنات، ولا افراط في الكورتيزونات من غير استشاره الطبيب. دي مهمه جدا. لكن الفيتامينز ملهاش اضرار ما دام باخدها بالجرعه المصرح بيها، ما عنديش اضرار خالص منها. هايل دكتور دينا، نورتينا بجد حبيبتي. نشوفك ان شاء الله في ملف مختلف، واكيد هيكون ملف مهم لحضراتكم. يعني بنحاول من خلال كل ملف مختلف ان احنا نطور او نثقف نفسنا بمعلومات جديده تهم صحتنا. اكيد هنروح دلوقتي فاصل برضو طويل زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح، هنروح فاصل ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.